بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا بكم مشاهدينا في كل مكان وحلقة جديدة من حصاد الأهلي. النهاردة معنا أخبار وملفات، ولكن أبدأ بسرعة مع أخبار النادي الأهلي. النادي الأهلي بعد التجربة العربية والبطولة العربية بيقفل ملف البطولة العربية ويبتدي كعادته لاستعداده للبطولات القادمة، وأولها كأس مصر يوم الأربعاء أمام سموحة. الأهلي يحارب الإصابات. كابتن حسام البدري يبتدي في 9 من صباح اليوم الجمعة الاستعداد للمواجهة المرتقبة لسموحة في نصف نهائي كأس مصر على ملعب برج العرب بالإسكندرية. طبعا نادي الأهلي عنده العديد من الإصابات اللي بيحاول إنه يتفوق عليها بالاستشفاء، ابرزها ان اعلان جاهزيه حسام غالي وايضا محمد نجيب. محمد نجيب كان جاله العضله الضمه عشان كده لم يشارك، ايضا حسام غالي كان عنده شد في الخلفيه عشان كده لم يشارك، ودي ابرز واهم الاصابات اللي موجوده بالاضافه الى وليد سليمان وعماد متعب. كابتن حسام بدري في الفتره اللي جايه حاول يجهز اكبر عدد ممكن من اللعيبه عشان يخش لقاء سموحه الاهم. لقاء سموحة ليه أهم؟ لأن ده مسابقة رسمية، مسابقة كأس مصر. النادي الأهلي بيستعد ليه كل البطولات اللي دايما بيكون المرشح أو أبرز المرشحين إن هو للفوز بهذه البطولة. بطولة مهمة بشكل كبير جدا، الجمهور بيطالب بيها بقاله فترة، والنادي الأهلي بيركز على الرغم من تقدمه في وتفوقه على بطولة الدوري العام المصري، ولكن إن شاء الله يكون طموحاته في الكأس أكثر من قبل النهائي وإنه يفوز بالبطولة بإذن الله. سعد سمير هيجري اختبار طبي اليوم عشان يعني يعلن موقفه من المشاركة، هل هيكون جاهز، هل لسه يحتاج إلى بعض التجهيز. سعد جاله كان عضلة شد في العضلة الأمامية، وربنا يكون في عون الجهاز الطبي للنادي الأهلي لأن الإصابات ابتدت تكتر، وده بسبب الموسم الذي لا ينتهي. كل مرة هفضل أكرر موسم لا ينتهي، والتوابع بتاعته هتلاقيها على النادي الأهلي، لأن النادي الأهلي أكثر مشاركة من باقي كل الفرق المصرية، خاصة إن هو الفرقة الوحيدة اللي كملت في دوري أبطال أفريقيا حتى الآن لدور الثمانية، وأيضا في البطولة العربية لعب لقاء قبل نهائي مع الفيصلي الأردني. سموحة حصل فيها تغيير الجهاز الفني، دلوقتي في جهاز فني بقيادة تشيكي فرانس شتراكا اللي كان ماسك فريق الاسماعيلي وابتدى يبقى عنده معرفه قويه بالكره المصريه، عنده فتره كان ان هو يجهز فيها فرقته اللي خدت راحه بعد الكونفدراليه، واعتقد ان شتراكا في هذا اللقاء هيكون يعني عامل بشكل كويس مع فريق سموحه ومدير فني على مستوى جيد، وكان عنده فتره ان هو يجهز نفسه دون اي استنزاف واجهاد، على الرغم ان سموحه كان بيشارك ايضا في الكونفدراليه، ولكن خروجه اداله فرصه لالتقاط الانفاس. نتمنى طبعا التوفيق للنادي الاهلي في رحلته الاستعداديه للقاء سموحه المهم في الدور قبل النهائي لكاس مصر. نكمل كلامنا ولكن هذه المرة مع الأندية المصرية، ونادي مصر المقصة بيعلن رسميا تولي كابتن مؤمن سليمان القيادة الفنية للفريق الفيومي. مصر المقصة في اليوم أعلن التعاقد الفني مع الكابتن مؤمن سليمان المدير الفني السابق لنادي سموحة اللي كنا لسه بنتكلم عنه، وقدوم التشيكي فرانس تراكا مكان كابتن مؤمن سليمان، وايضا اقاله او التخلي عن خدمات الكابتن ايهاب جلال. القصه ان كان في كلام كتير في الفتره اللي فاتت عن استمرار الكابتن ايهاب جلال مع فريق مصر المقصه ولا لا، وابتدت تبقى في بعض الاقاويل، هل هيذهب الى تدريب نادي الزمالك ام لا، هل هيجدد مع مصر المقصه ام لا، في كلام عن عدم الرضا عن عدم حسم بعض الصفقات من قبل نادي مصر المقصه، ممكن يكون كابتن ايهاب جلال كان طالب بعض اللاعبين واداره مصر المقصه لم تلبى. دي الصور امام حضراتكم، سياده اللواء محمد عبد السلام رئيس نادي مصر المقصه بجوار كابتن مؤمن سليمان اللي في سلسلته التدريبيه بعد الفوز مع الزمالك بكاس مصر، هو قيادته لنادي الزمالك الذهاب الى دوري ابطال افريقيا في النهائي مع فريق نادي الزمالك، ومسك فريق سموحه في الموسم الماضي لفتره. كابتن مؤمن سليمان من المديرين الفنيين. طب احنا معانا اللواء، سياده اللواء بكر سليم نائب رئيس مصر المقصه. مساء الخير يا فندم.
طيب حتى يعود الينا سياده اللواء نكمل كلامنا عن كابتن مؤمن سليمان. كابتن مؤمن سليمان من المديرين الفنيين اللي شباب عنده فكر جديد بيحاول يطبقه، عنده طموح، وفي نفس الوقت بدايته كانت مش بس مع فريق نادي الزمالك، كان تولى تدريب بعض الفرق في دوري الممتاز ب، وتولى تدريب نادي الزمالك بصفته ان هو احد ابنائه. صراحه كابتن مؤمن سليمان من المدربين الصاعدين، واحنا هنا في قناة النادي الأهلي وفي الحصاد سواء في حتى في استاد الأهلي دائما داعمين للمدربين الشباب. الشباب هو المدرب الشاب، هو اللي عنده طموح، هو اللي ممكن يبقى أبديتد وواعي أكتر لآخر التطورات التدريبية، والكرة المصرية محتاجة لدماء جديدة مش بس من اللاعبين ولكن في المدربين، إنك تشوف وجوه جديدة تبتدي تولى مناصب الفنية للأندية عشان تلاقي هذا المردود أيضا في المنتخبات، خاصة إن حتى المدير الفني هيكتور كوبر إن شاء الله يكون موجود معانا في كأس العالم ويتأهل لكأس العالم، ولكن بصفة كمان المنتخبات الشباب والأولمبي، هذه المنتخبات بتحتاج لمديرين فنيين على أعلى مستوى، فلازم تكون طب احنا رجع لنا سيادة اللواء بكري سليم المستشار الرياضي لنادي مصر المقاصة. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا كابتن، ازي حضرتك؟ الحمد لله، ازي حضرتك انت؟ الله يخليك يا حبيبي. تعاقد مهم مع كابتن مؤمن سليمان، اعتقد ان كمان وقت التعاقد مهم جدا عشان فريق مصر المقاصة يبتدي الاعداد للموسم الجديد، يعني حضرتك شايف التعاقد تم ازاي؟ والله طبعا قبل ما نتكلم في التعاقد احب اقول لحضرتك ان في بيان طلع من نادي مصر المقاصة برئاسه اللواء محمد عبد السلام، بنقول بنشكر فيه كابتن إيهاب جلال على الفتره الكبيره اللي قام بيها بدور رائع في وصول نادي مصر المقاصة للمركز الثاني، وده انجاز كبير جدا يحسب للاداره ويحسب، وهو من ضمن الناس المهمين جدا في هذا الانجاز، واحنا بنتمنى له كل التوفيق. واقول لسيادتك ان طب انا عايز اسال سيادتك، هو ايه سبب يعني انهاء التعاقد مع كابتن إيهاب جلال؟ لا، هو احنا ما انهيناش التعاقد مع كابتن إيهاب جلال، احنا حضرتك متمسكين جدا بيه، وهو راجل قيمه وقامه وكان يعني على اعلى مستوى طوال الفتره اللي فاتت، لكن نظرا لظروفه هو الشخصيه ف يعني ما تمش استكمال المسيره، لكن احنا زي ما قلت لحضرتك احنا كنا مصرين على استمراره وقيادته للفريق لفتره اخرى، وكان لا يمكن بنفكر ابدا في الاستغناء عنه. طيب سياده اللواء، يعني اللي انا فهمته من حضرتك ان كنادي مصر المقاصه كان بيحاول التواصل اكبر مع كابتن إيهاب جلال، ولكن يبدو ان في بعض النقاط اللي تم الخلاف عليها، هل هي بعض الصفقات اللي كان طلبها وما تمتش؟ لا، هو هقول لحضرتك حاجه بامانه، يعني ان كابتن إيهاب جلال راجل مدير فني محترم، ولكن انا اقول الحق يقال يعني انه كان مدير فني في نادي مصر المقاصة بدرجه رئيس مجلس اداره النادي، يعني ايه ان اللواء محمد عبد السلام هو اللي واقف يدير الاداره الفنيه عن طريق كابتن إيهاب جلال، بمعنى انه ما فيش ابدا احد تدخل شغله ولا احد ابدا املى عليه اي حاجه، وفي نفس الوقت هو ما اعتقدش ان في اي صفقه اتعملت دون موافقته هو شخصيا، لكن هو زي ما قلت لحضرتك نظرا لظروفه هو الخاصه ويسال في هذا، هو اللي ما رفض استكمال، يعني كابتن إيهاب جلال طلب صفقات يا فندم. ما انا فاهم يا فندم، كابتن إيهاب جلال هل طلب بعض الصفقات ولم تتم فبناء عليه خد قراره بالرحيل عن نادي مصر المقاصة؟ انا هستاذن معليك، السؤال ده يتوجه للكابتن إيهاب جلال، لكن انا باكد لحضرتك ان لبن العصفور اللي كان بيطلبه الكابتن إيهاب جلال كان بيتم تنفيذه على التو فورا بتعليمات من سياده اللواء محمد عبد السلام. يعني حضرتك بتؤكد ان نادي مصر المقاصة كل طلبات الكابتن إيهاب جلال على قد ما تقدروا كنتوا بتلبوها؟ اكيد. طيب اكيد يا كابتن محمد. ما هو برضو انت عارف حضرتك ان الخبر اللي اثير في وسائل الاعلام ان كان كابتن إيهاب جلال طالب بعض الصفقات لم تتم انجازها، ابرزها مثلا اسامه العزب لاعب نادي المصري، ايضا لاعبي بعض من لاعبي النادي الاهلي، هل هو ده السبب؟
بعد اذن عليك انا ممكن اطلب ميسي، بس ميسي مش هيجي لي، مش عايز يجي مثلا. ده مش عيب في الاداره، لكن الاداره حبت تلبي له كل المطلوب، لكن مش اللاعب اسامه العزب اذا ما قدرناش، او النادي المصري لم يوافق على الاستغناء عن خدماته، يبقى ان انا ده مبرر ان انا اسيب المكانه الكبيره اللي انت كنت فيها، واحنا كنا متعشمين استكمالك للمسيره. لكن انا بقول لحضرتك وباكد تاني ان مفيش اي حاجه مصر المقاصه تقدر تعملها، واللي هو محمد عبد السلام لم يتوانى لحظه لتنفيذ كل مطالب الكابتن ايهاب جلال، بل اكتر من كده كده. طيب خلاص، اخد حضرتك سياده اللواء الى المرحله الاخرى، وهي التعاقد مع الكابتن مؤمن سليمان. لماذا تم اختيار الكابتن مؤمن سليمان؟ كابتن مؤمن سليمان راجل مدير فني محترم جدا، على خلق، قدر الفتره البسيطه اللي مسك فيها نادي الزمالك عمل انجاز كبير جدا، واللي مسك فيها نادي سموحه وراجل ادى مباريات على اعلى مستوى كمدير فني. وانا بقول لحضرتك ان هذا الرجل سيكون له شان كبير في التدريب، زي ما الكابتن ايهاب جلال اصبح له شان كبير في التدريب، لان نادي مصر المقاصه، وانا بقولها دايما واحنا في قعدتنا مع كابتن اللواء محمد عبد السلام، ان نادي مصر المقاصه ده مصنع للنجوم، والراجل ده عمل منظومه محترمه، اي حد يتواجد في هذا النظام لابد انه ينجح، يعني النظام اكيد اي مخلوق لا في حرب عليه ولا في تخبيط فيه ولا في اي حاجه تنغص حياته كمدير فني، ومدير فني اللي يلاقي المناخ ده فرصه عمره ان ينجز ويبرع ويبقى هايل. وانا بقول لسيادتك بالنسبه للكابتن مؤمن سليمان، ده اختيار مش عشوائي، اختيار بميزان من ذهب، واللي هو محمد عبد السلام الراجل له نظرة ثاقبة وبياخد آراء الناس كلها، وتم الإجماع على وجود الكابتن مؤمن سليمان خلفا للكابتن إيهاب جلال. طيب حضرتك، هل في لعيبة تانية هيتم الاستغناء عنها من نادي مصر المقاصة؟ في أقاويل على حسين الشحات، في أقاويل عن بعض النجوم الأخرى، وهل في لعيبة مثلا كابتن مؤمن سليمان طلب لضمها عقب التعاقد؟ والله كابتن مؤمن سليمان طبعا له قاعده مع اللي هو محمد عبد السلام، وهيبقى فيه مصالبه ايه، والمجلس الاداره بخلاف اللي هو محمد اكيد هيلبوا له اكبر قدر ممكن من طلباته. وزي ما قلت لحضرتك، ما بيحصلش ابدا ان يفرض على المدير الفني حاجه، او ان احنا ما نقدرش نحاول نلبي له اكبر قدر ممكن من اللي هو عايزه. سيادة اللواء بكري سليم المستشار الرياضي لنادي مصر المقاصة، أشكر حضرتك شكرا جزيلا، مداخلة كانت مهمة ووضحت كل تفاصيل التعاقد مع كابتن مؤمن سليمان، وأيضا إنهاء التعاقد مع الكابتن إيهاب جلال. نروح للبطولة العربية، ولا يزال التحكيم الضعيف هو عنوان هذه البطولة، والترجي الرياضي التونسي يصعد لنهائي البطولة العربية، وبالرغم من أزمات التحكيم يتفوق على فريق الفتح الرباطي بهدفين مقابل لهدف، وكان الهدف الثاني من ضربة جزاء مشكوك فيها بشكل كبير جدا جدا جدا. الفتح تقدم بهدف ثم سجل الترجي ثنائية عن طريق أنيس البدري في الدقيقة 47 وطه ياسين الخميسي الهدف الفوز في الدقيقة 95 من ضربة جزاء بعد الوقت الإضافي، ووصل التحكيم الأداء إلى ضعيف، طرد محمد فوزير والبديل ابراهيم البحراوي في صفوف الفتح الرباطي، وايضا كان طرد طه الخنيسي لاعب الترجي التونسي. المستوى العام بتاع البطوله، يمكن احد الزملاء في قناه ابو ظبي الرياضيه كان تحدث باستفاضه عن التحكيم، ويمكن برنامج ملك وكتابه بقياده الكابتن عبد القيعي واستاذ ابراهيم المنيسي ابرزوا هذا الكلام من السيد الزميل في قناه ابو ظبي الرياضيه، وقال ان مستوى التحكيم في البطوله اعتمد على الطرديه، لم يعتمد على الكفاءه، لان حتى تحدثت انا امبارح في النهارده في استاد الاهلي وايضا بالامس على ان الليفل او مستوى التحكيم في دور زي دور قبل النهائي، انت المفروض ك لجنة منظمة بتنقي أو بترتقي إلى المستوى التحكيم، يكون أفضل حكام
موجودين في الدور قبل النهائي والنهائي عشان تكون البطولة ماشية في الطريق الصحيح. انت بهذا الشكل وبشكل الطردية البطولة افتقدت من الشكل الرسمي او شكل التنافسي اكثر ما كان، يعني كان من المفترض انها تكون في الاجواء التنافسية على الرغم من كونها تحت اطار ودي عربي، ولكن ازمات التحكيم وهو عنوان البطولة العربية حتى الان. طبعا بنتمنى التوفيق لكل الفرق العربية المشاركة في هذه البطولة. نروح لصفقة القرن، نروح لحديث الساعة، مش بس في مصر بل في كل العالم، العالم كله يتحدث عن باريس سان جيرمان وكيف خطف نيمار. موضوع له بدايات وله كلام كبير جدا، هبدأ معاكم القصة واشرحها لكم بشكل تلخيصي. الصفقة الناس فاكراها ب 222 مليون يورو فقط. الكلام ده مش صحيح. ده الشرط الجزائي فقط اللي تلقاه برشلونة. نادي برشلونة الأسباني حاطط شرط جزائي 222 مليون يورو. القصة إن تم الاتفاق ما بين نادي باريس سان جيرمان واللاعب نيمار. كان نادي برشلونة الأسباني وضع شرط جزائي قيمته 222 مليون يورو يجب أن يدفع من أجل الاستغناء أو لكي يكون نيمار لاعب حر، ولكن فريق برشلونة لم يكن يريد أن يتخلى عن خدمات اللاعب البرازيلي الموهوب نيمار، واحد من أبرز المواهب في العالم، واحد من النجوم اللي الكل الآن كان ينظر وهو حينما كان في برشلونة أنه من المرشحين الأقوياء لخلافة ميسي وكريستيانو رونالدو على زعامة الكرة الذهبية. أنا هكمل كلامي عن الحوار ولكن معنا الناقد الرياضي الزميل محمد صارت. مساء الخير. محمد زهرتك، وحشني. ربنا يخليك، كنت أكتر والله، بقالك كتير مش إن شاء الله نشوفك قريب. كنت بتحدث على قيمة صفقة نيمار وكنت بتكلم على أن الشرط الجزائي فقط هو 222 مليون يورو، ولو وضعنا القيمة بتاعة أو قيمة الكوميشن أو الطردية اللي هياخدها والد نيمار اللي هي قيمتها 40 مليون يورو زائد عقد نيمار، الصفقة ممكن تصل إلى 500 مليون يورو. شايف الكلام وصفقة القرن ماشية ازاي؟ والله يعني الموضوع كان بدأ من حوالي شهر أو أكتر من شهر بتسريبات الصحافة الأوروبية خاصة الفرنسية والبريطانية، يعني هم اللي ابتدوا يتكلموا عن الصفقة. كتير جدا ما كانوش مصدقين إن ممكن الصفقة دي تتم في نهاية المطاف يعني، ولكن حصل فعلا ان باريس سان جيرمان اصر على الصفقه وبيدفع 222 مليون يورو. دي العربيه بتاعه الفلوس، هي معلش انا اسف اقطع حضرتك، دي عربيه الفلوس اللي كانت فيها الفلوس والشنط اللي كانت فيها قيمه بالاضافه لان نيمار نفسه هياخد 30 مليون يورو في السنه صافيه الضرائب، يعني هو واخد في ايده 30 مليون يورو من غير ضرائب. ده اللي معلن عنه بس يا استاذ محمد. ده المعلن عنه بس من غير اي خصومات. يعني من غير اي ترضيات ثانيه يعني. بدون اي ترضيات ثانيه، بالاضافه اللي حضرتك قلته اللي هو الكوميشن بتاع والد نيمار اللي هو وصل ل 40 مليون يورو. فاحنا بنتكلم في نص مليار يورو. باريس سان جيرمان لما عمل مشروعه مع القطري ناصر الخليفي من حوالي 3 او 4 سنين صرف نص مليار استرليني علشان يوصلوا او يقدروا ان هم يحققوا انجاز اوروبي وفشلوا في ده. فهل هو النهارده يعني بيفكر ان هو يجيب نيمار علشان يقدر يوصل لدوري ابطال اوروبا وياخد البطوله؟ اعتقد ان الفلوس مش بتصنع كل حاجه، اعتقد وجهه نظري الشخصيه المتواضعه يعني ان نيمار خسر كتير جدا فنيا وجماهيريا. انا كنت لسه هسالك سؤال مهم جدا. انت حضرتك اثرت موضوع في قمه في الاهميه ان مشروع باريس سان جيرمان كاملا عشان ياخد دوري ابطال اوروبا لم يصل الى 500 مليون يورو، هل شايف ان تعاقد شركه او مؤسسه قطر مع نيمار هل هو من اجل التربح الفني ام من اجل اعلان التواجد بعد المشاكل السياسيه مع قطر؟ بص يعني اولا انا بحييك على اثاره النقطه دي لان دي نقطه مهمه جدا. الموضوع يعني اعتقد ان هو ماشي في خطين متوازيين. الخط الاولاني اللي حضرتك قلته ان قطر تعود تاني للواجهه عالميا من خلال استثمارات، من خلال ان هي بتقول ان احنا مش فارق معانا مقاطعه سواء مقاطعه من دول
مكافحه الارهاب اللي هي مصر والسعوديه والامارات والبحرين، او من التقارير الصحفيه الاعلاميه الكبيره جدا اللي ابتدت تتكلم دلوقتي عن علاقه قطر بالارهاب. هم النهارده بيقولوا ان احنا مش متاثرين بالمقاطعه وبندفع 222 مليون يورو بلس 40 مليون يورو لوالد نيمار ككوميشن، غير 30 مليون يورو اللي هم نيمار هياخدهم في الموسم الواحد صافيات الضرائب، غير الحاجات غير المبالغ اللي ممكن تكون بتدفع من تحت الترابيزه ده. وفي مبالغ كتير في مبالغ كتير جدا اتدفعت في هذه الصفقه. يعني انا في نقطه انا قلتها يمكن امبارح في تقرير انا كنت كتبته، يعني اعتقد ان مفيش واحد في برشلونه سواء مسؤولين او جماهير او اي عنصر يعني كان متخيل ان هم يوم ما بيمضوا مع نيمار العقد بتاعه في اكتوبر 2016 لما هم حطوا الشرط الجزائي اللي هو 222 مليون يورو، قالوا ده يعني هم كانوا بيقولوا ان من رابع المستحيلات، لا انا اقول بقى من عاشر المستحيلات ان نادي يفكر ان هو يدفع هذا المبلغ، خاصة ان باريس سان جيرمان نفسه لما نيجي نتكلم بقى عن الارباح والعائدات. ما انا لسه هاخدك بقى ليه موضوع مهم جدا، ولكن الاول هسألك، هل برضو ده ممكن يكون رد لان برشلونه الان وحتى باين في الصور له راعي جديد غير قطر فاونديشن؟ طبعا برشلونه الموسم بانتهاء الموسم الماضي انهى تعاقده مع خطوط الجوال القطريه، اعتقد ان ورفض التجديد القطريه في رعايه برشلونه كانت هتوقف، مش هتوقف يعني كانت هتمنع اي تفكير في تعاقد باريس سان جيرمان اللي هو مالكي قطريين اللي هو ناصر الخليفي زي ما احنا بنقول ان هو يتعاقد مع نيمار، لان كده هم بيخسروا كتير جدا من البراند بتاعتهم، العلامه التجاريه بتاعتهم مع برشلونه، الثلاثي ام اس ان هم الاشهر في العالم النهارده مع ثلاثي ريال مدريد بي بي سي. هم لو كانت الخطوط الجويه القطريه استمرت في رعايه برشلونه الصفقه دي ما كانتش هتشوف النور تماما. طيب ولكن هي ليها كذا يعني هي ليها ابعاد، ليها ابعاد كتير، لكن برضه القطريه كرعايه ليها ابعاد، قطر كان هي بترد على حمله المقاطعه واتهامها ان هي دوله رعايه للارهاب، ليها البعد الثالث بقى اللي هم بيتكلموا فيه او ان هم بيحاولوا ان هم يسوقوه ان احنا عايزين نكسب دوري ابطال اوروبا، فبنحاول ان احنا نجيب واحد من النجوم البروميسنج قوي ان هم ممكن يبقوا عندهم فرصه ان هم ياخدوا الكره الذهبيه بخلاف ميسي وكريستيانو رونالدو اللي هيمنوا على الجائزه دي في السنوات الاخيره. طيب انا عايز برضو اتحدث معاك ان مبدئيا الاتحاد الاسباني رفض هذه الصفقه، ونادي برشلونه الاسباني رد على فسخ التعاقد، قال ان نيمار فسخ التعاقد دون سبب، وده بالنسبه للوائح الاتحاد الاوروبي بيبقى عليه عقوبات. ايضا الفاينانشال فير بلاي او التغطيه الماليه للعب النظيف لم تكن واضحه، وفريق باريس سان جيرمان من الفرق اللي تم انذارها من قبل الاتحاد الدولي لكره القدم بان هو ما عندوش تغطيه كافيه ان كيف جاءت موارد امواله. تمام، ففي عقوبات. عايز اسالك ازاي هيواجه فريق باريس سان جيرمان في المرحله الجايه؟ خلاص الصفقه تمت، ولكن في اقاويل طلعت، وخاصه ان في ناس تحدثت من قبل الاتحاد الاوروبي ومن قبل الاتحاد الاسباني ان فريق باريس سان جيرمان قد يواجه الاقصاء من دوري ابطال اوروبا بسبب عدم تغطيه الاموال بشكل رسمي او بشكل واضح كصناعه كره القدم. طيب بص يا استاذ محمد، يعني خلينا نتكلم في المنطق. ممكن يكون في عقوبات على باريس سان جيرمان هتحصل، ولكن خلينا نتكلم في الدوله التي تقف وراء الصفقة. يعني النهارده حتى ارسن فينجر النهارده كان بيتكلم في تصريحات نشرتها الاندبندنت، قال ان هو مش مستغرب من اتمام الصفقة لان في دولة بتسيطر على نادي والدولة دي دولة ثرية، فهي قدرت ان هي تقدر يعني قدرت ان هي توصل لمرادها وتدفع هذا المبلغ الخرافي زي ما بيقولوا. خلينا نتكلم برضه في نقطة تانية نربطها بكأس العالم 2022 اللي قطر فازت بيها في اتفاق مشبوه او في صفقات مشبوهة كبيرة جدا. فالدولة اللي قدرت ان هي تشتري رؤساء اتحادات وانا اسف يعني ورؤساء دول وحكومات وتقدر ان هي تنظم كاس عالم رغم ان هي غير مؤهلة تماما ان هي تنظم هذه البطولة، فما اعتقدش ان هي هتتأثر تحت هذا الظرف من الظروف. يعني مش شايف ان في اتجاه عقوبات مالية، يعني اعتقد ان العقوبات يعني قصة ان هم يستبعدوا باريس سان جيرمان دوري ابطال اوروبا دي يعني اعتقد ان ده احتمال بعيد شوية. هو ممكن مثلا يوقف باريس سان جيرمان على التعاقد لمدة فترتين تعاقد، ثلاث فترات تعاقد، انما ان هو يعني يستبعده بالكليه من دوري ابطال اوروبا اعتقد ان الموضوع بعيد شويه. يعني صعبه استاذ محمد، وارد يعني، ولكن انا برضو عايز اتكلم معاك في نقطه يورو دي معلش. استاذ محمد، استاذ محمد بس شوية. في نقطه عايز اتكلم فيها مهمه جدا. اتفضل. ان الاقاويل
بتزعم ان هناك جبهه ستكون داخل الاتحاد الدولي لكره القدم ومن قبله الاتحاد الاوروبي. هذه الجبهه هتكون مدعومه بالدول المتضرره من تنظيم قطر لكاس العالم، وابرزها انجلترا وايضا امريكا هتخش ألمانيا. والمانيا وامريكا هتخش في القصه. هذه الجبهه قد تكون مؤثره على العقوبات. هل من الممكن، هسالك السؤال بقى بعد ما قلت لك ان في ممكن يكون جبهه، نكون العقوبات اشد من الموضوع يكون منع عن التعاقد فقط؟ يعني خلينا ننتظر ونرى كده زي ما بيقولوا في المستقبل القريب ايه اللي هيحصل في في الصفقه الخياليه دي او ايه ابعادها. هم ضربوا السوق خلاص، هم ضربوا السوق. اكيد في حرب في يعني في حرب وراء الكواليس، وممكن الحرب دي تبتدي تبقى علنيه في الفتره المقبله يعني. ولكن خلينا نتكلم في اللي احنا شايفينه، ان يعني زي ما بيقولوا كده الفلوس بقت بتعمل كل حاجه. فاذا الدول الاوروبيه لا بس انا الدوليات الاوروبيه ما قدرتش ان هي تتصدى لهذا بالظبط غير الطبيعي، فهي هتدفع الثمن زي ما برشلونه دفع الثمن كده. بس انا هقول لحضرتك برضو الاموال لا تشتري التاريخ. لا طبعا الاموال لا تشتري التاريخ. انا قلت لحضرتك في بدايه المداخله ان نيمار اختار الفلوس ولكنه فقد كثيرا من حب الجماهير، من امكانياته هو كلاعب على الصعيد الفني، ان هو بيلعب في برشلونه وفي الليجا. لا هو راح لليفل اقل، هو راح لليفل غير انه يلعب في الدوري الفرنسي مع باريس سان جيرمان. ليفل اقل يعني، اختلاف كبير جدا يعني. هو النهارده، وبعدين النهارده ده في مشكله ثانيه ممكن الناس ما تثيرهاش دلوقتي. النهارده باريس سان جيرمان اشتراه بنص مليار يورو كتوتال. النهارده هو النهارده مثلا لو قعد موسم وما ارتاحش هيروح فين؟ يعني هو في نادي هيقدر يجي يدفع هذه المبالغ علشان ياخد نيمار؟ طيب انا هاخدك بقى من نيمار وباريس سان جيرمان والليفل الاقل ونروح للكلاسيكو. الان برشلونه وريال مدريد يعني في الاسبوع مطلع الاسبوع المقبل هيكون كلاسيكو في السوبر الاسباني. شايف عوده كريستيانو رونالدو مره ثانيه لفريق ريال مدريد، ايضا عدم وجود نيمار، اجواء الكلاسيكو من وجهه نظرك عامله ازاي؟ فنيا عوده كريستيانو تضيف كتير جدا لريال مدريد، ولكن خلينا برضو نقول ان ريال مدريد فقد اثنين من العناصر اللي كانوا ممكن ان هم بيمثلوا العناصر السبير بالنسبه له، العناصر الاحتياطيه القويه اللي ممكن ان هي تدعم التشكيله بعد رحيل موراتا وخيمس رودريجيز. تمام، اعتقد زيدان فقد القدره على ان هو يبقى عنده احتياط استراتيجي زي ما كان عنده السنه اللي فاتت الموسم الماضي. بالنسبه لبرشلونه الخساره الفنيه بعد رحيل نيمار هي ممكن تبقى سلاح ذو حدين، يعني هيبقى في سلاح فني سلبي بالنسبه للفريق، ولكن في نفس الوقت ممكن يكون لعناصر برشلونه والمدرب والجمهور واللعيبه نفسهم يكون عندهم الاصرار ان هم يقولوا لا، يعني احنا ما خسرناش كتير ان نيمار مشي واحنا نقدر ان احنا نفوز من غير نيمار. وده من الحاجات اللي اكدها مع حضرتك طبعا استاذ محمد ثروت ناقدنا الرياضي الكبير. اشكر حضرتك شكرا جزيلا. هو شاب ولكن كبير في وجهات نظره الفنيه من الناحيه الاوروبيه. ده كان اخر خبر معانا النهارده. طبعا موضوع الكلاسيكو وموضوع نيمار من اهم المواضيع اللي موجوده على الساحه. حتى القاكم تحياتي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.